هلا صار وقت نروح عند الكسي نعمة، مدير الاسعاف والطوارئ بالصليب الاحمر اللبناني. صباح الخير الكسي. صباح النور، يعطيكم العافية. يعطيك الف عافية، تفضل. تفضل. إحصاءات الحوادث ال 24 ساعة اللي قطعوا، في عندنا 15 حادث، 19 إصابة، كان في عندنا 3 حالات حرجة. بيروت 3 حوادث 3 إصابات، جبل لبنان 8 حوادث 9 إصابات، والشمال كان في عندنا 4 حوادث و7 إصابات. تتوزع أنواع الحوادث بين دراجات نارية وسيارات، أما الأسباب بتعود كلها للسرعة. أما بالنسبة للمهام اللي قمت فيها فرع الإسعاف والطوارئ والصليب الأحمر، سجلت 449 مهمة موزعين على 268 حالة طوارئ، 146 نقل مريض عادي، و35 نقل مريض من مستشفى إلى أخرى. هذا بالطبع بالإضافة للمهمات اللي عم نقوم فيها بمخص وباء كورونا، اللي بلغ عددها بال 24 ساعة اللي قطعوا 90 حالة. هذا كل شيء، ويعطيكم ألف عافية. مرسي لك أليكسي، لكل عناصر الصليب الأحمر المنتشرين على كافة الأراضي اللبنانية، يعطيك العافية.